أسأل الله بمنه وكرمه من جوار بيته الحرام لكل من نشر هالمقطع وقال آمين. إن الله يفرج همكم ويغفر ذنبكم وينفس كربكم ويقضي دينكم ويشفي مريضكم ويعافي مبتلاكم وأن يصلح لنا ولكم الذرية والحال والمال والعيال يا رب العالمين، وأن يصلح لنا آخرتنا يا رب العالمين التي فيها معادنا، وأن نرد حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده ورضوانه وعفوه وغفرانه أن يرضى عنكم، فليس بعد رضاه إلا الجنة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أينما كنتم، وأسأل الله أن يسعدكم سعادة لا تشقون بعدها أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. وأسأل الله أن يسعد كل من نشر هالمقطع وكل من قال آمين، وصلوا على الحبيب.